بسم الله الرحمن الرحيم. أقدود نحوسة أزول في اللغة. مرحبا بجماهير حسنية أكادير في كل مكان. مرحبا بجماهير حسنية أكادير لتنقلات وساندات فريقنا الغالي غزالة تيسوس. مرحبا بجماهير اللي عانت وقاست في الطرقات وفي مشاكل السفر. مرحبا بجماهير حسنية أكادير اللي شرفوا المدينة وشرفوا سوس وهزوا الراية للأكادير فوق. تنقول هاد الجماهير تبارك الله عليكم، برافو عليكم، وتنمير تستحقوا الشكر. شكرا لكم. فاش نقول جماهير حسنية، ففيها جماهير عادية وجماهير ألترا إيمازيان وجماهير ألترا ريد ريبلز. تبارك الله عليكم. مرحبا بكم في البرنامج ديالكم رسالة مشجع. مرحبا بكم في راديو حوسة صوت الجماهير. الحلقة ديال اليوم من برنامج ديالكم رسالة مشجع غتكون الرئيس المنتخب الجديد الحديد سيدينا. عنوان هذه الحلقة هو رسالة الرئيس حسنة أكادير الحديد سيدينا. فكلنا عشنا سيناريو ديال الجمع العام ديال الحسنية اللي كانوا البعض ديال الأعضاء منه المعروفين أنهم بغوا ينقلبوا على الرئيس، والحمد لله جماهير حسنة أكادير نفسات السعادة بعد ما سمعنا الخبر في الجمع العام العادي فوز الرئيس الجديد الحبيب سيدينا. ضيف حلقة اليوم هو أول صحفي غنستضفوه في راديو حوسة، الصحفي الوحيد في سوس تقريبا لتدافع عن جماهير حسنة أكادير ومشاكل تتعاني منها الألترات، وتحدد عدة مرات على الأثير مباشرة عن القمع والعنصرية التي تتعرض لها جماهير حسنية أكادير. وما ننسوش المقالات ديالو حارقة في جريدة الأخبار اللي تتخص أغلبها الحديث عن معاناة القمع. ضيف حلقة اليوم إنسان محبوب ومعروف عن الساحة ومعروف في شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليد ديالو ديما مدودة للجماهير. تبارك الله عليك محمد فرحان. أزول سي طريق، أزول مسفيدين راديو الحسنية أكادير، أكبرتني مبارح فمستين الاستضافيات محمد فرحان 26 سنة صحفي رياضي تجاه غرمي البراد. تحية جميع جماهير فريق حسنية أكادير صغيرها وكبيرها. مرحبا بك سي فرحان، وبدورنا تنشكروا الصحفي الشاب بقبوله الدعوة. كما العادة أعزائنا المستمعين، ننتقل لفاصل غنائي من إبداعات ألترا إيمازيان وألترا الجبل.
مرحبا بكم مرة أخرى برنامجكم رسالة مشجع، ومرحبا بكم في راديو حسا صوت الجماهير. الآن قد انتقلوا مباشرة نسمعوا الرسائل اللي جمعنا في الشارع على بركة الله. اسم ديالي أسامة من جمهور ديال الحسنية. رسالة الرئيس حسنية تقادير السيسي دينو هي التعاون مع الجمهور، يشوف شويه من الجمهور يحيد لهم لاكارت ويجيب لعابه مزيانين الحسنية وما يبقاش يبيعوا لعابه بزاف ويلعبوا هاد العام على البطوله ان شاء الله. المكتب مسير ما يبقاش فيه الشفره وزير شويه المسيرين اللي كاينين في المنطقه. معكم عبد الله بن عبد الله. المهم هذه رساله الى رئيس فريق حسن التكابير. المهم نتمنى في الرئيس غلاد لولايه الجديد غلاد المهم جلب مستثمرين لا يحاول سميتو ديما قبل المال. المهم مستشارين غلاد باش الفريق يبان شويه على الصعيد الوطني ولما لا على الصعيد الدولي. المهم دا يحاول سيدينو بلاد واللي تشويش غان يحاول اسنا ابدينا الزولك الأمريكا القضية مين باش الحسنة ابدت قايس قدام مين مين على خير باش غايس قدام لما لا التعب في البطولة ولا حتى الكاس عرش ان شاء الله. شكرا.
الرحمن الرحيم علي فخار عضو إطائي مزيغان ومشجع غير فريق حسنية أكادير. رسالة ديالي اللي غادي نقول للسيد رئيس حبيب سيدينو هو يشوف من يشوف التضحية ديال الجمهور اللي كيقدم، لأن الجمهور صراحة كيما وقف معاه وعطاه واحد اليد ما بغيناش يضيعها. ديك الأخطاء اللي كانوا في المكتب السابق والناس اللي كانوا في المكتب السابق ولا جاو شي وحدين في المكان ديالهم ما بغيناهمش يديروا نفس الأخطاء، بحكم كما قلنا وعاودنا قلناها بأن الحسنية ماشي أداة استهزاء. الحسنية عندها الشعب ديالها، عندها شباب غيروا عليها، لهذا كنطالبوا من السيد الحبيب سيدينو يحقق الألقاب أولا ماشي شي حاجة اللي تنفع الفريق، لأن الفريق تابعوا الشعب كبير، تابعوا الجمهور اللي صراحة الجمهور كاين اللي كيضحي بوقته، كاين شحال من واحد سمع في القضية ديالو، شحال من واحد كيكون عنده مشاكل عائلية علاش على ود الفريق، كاين اللي تشد، كاين اللي مشى للسجن. أنا ما غاديش نبقى نخبي الواقع، ولكن الرياليتي هي هذه اللي كاينة، شحال من واحد مشى للحبس، شحال من واحد علاش على ود الفرقة. لهذا حنا هادشي بغينا يشوف المكتب ويقدر هذا الجمهور هذا. والرسالة ديالنا للحبيب سيدينو مهم نفس الأخطاء اللي كانت ما بغيناش تعاود. عندنا مقابلات إن شاء الله، عندنا مقابلة كأس العرش، عندنا مقابلة في البطولة، بغينا يفرح هاد الجماهير السوسية عامة. وبالنسبة للمكتب اللي غادي يكون إن شاء الله، فكنتمنى ما يوقعش نفس الأخطاء، لأن مشى هاد المكتب هذا وخلى واحد الصورة اللي هي باهتة، خلى واحد الصورة اللي هي خايبة على المكتب السابق. بغيناهم يخدموا بالنية، يخدموا على وجه هاد الجمهور هذا، يقدموا ليه داكشي اللي كيبغي. كما كيقولوا بحال شي لاعبين مثلا، نقول انا كيقول لك لا ما كنتخلصوش، قلنا يجوا عند الجمهور هو يخلصهم، غيقدموا ليهم داكشي اللي بغاو الجمهور. حنا بغينا داكشي تقدم لي داكشي اللي بغا. فبالنسبة للحبيب سيدينو كذلك عاوتاني على حساب القاصرين، لأن قلناها وصلنا واحد الرسالة ديالنا، كرة القدم لجميع الأعمار، كرة القدم لجميع الفئات ولا الناس ديال الأمن ولا أي واحد، لأن هنا ملعب أدرار صراحة كيتعانوا منه. الملعب الوحيد اللي كيعاني منه في المغرب كامل هو ملعب أدرار، بغينا يتحل هذا المشكل إن شاء الله، لأن المتنفس الوحيد للجماهير السوسية هو تلك الملعب هو فريق حسنية أكادير. والرسالة ديالي كنظن بأنها واضحة هي اللي غنختم بها، بغينا هذا المكتب الجديد بقيادة الحبيب سيدينو يخدم لصالح الجمهور حسنية أكادير ماشي لصالح المصلحة الشخصية. شكرا. وآخر كلمة اللي غنقدمها لكم، صراحة كتقوم بواحد المجهودات جبارة لصالح فريق حسنية أكادير، وكنشكر للطاقم التقني اللي كيقوم على هاد المجهودات هادي، وراديو حيسة وجميع الطاقم التقني الطاقم اللي كاين في هاد الإذاعة. شكرا، كنشكر. السلام عليكم، انا سميتي محمد العمراني. رساله للرئيس سيدينو، كنطلبوا بتحقيق البطوله والمكتب ديالو يقادو ويبعد عليه دوك الشفاره ودوك اللي كيخرجوا على سميتو، كنطلبوا حقنا البطوله وصافي. شكرا. السلام عليكم، انا مبارك دينات من الساكنه ديال القليعه ومن المحبين ديال الحسنيه. المطلوب من السيد سيدينو رئيس الحسنيه اكادير اللي كنطلبوا منه هو يشوف من الحاله ديال الجمهور ديال الفريق وديال الجمهور، حتى هو راه كيعاني اللي كيتنقل من هنا لهنا وكيتكرفصوا. الله يخليك، شوف من حال هذا الشيء ولعب لينا على بطولات ونمشيو بعيد، راه عندنا جمهور، عندنا كل شيء، وكأس العرش نوصلوا ليه ان شاء الله. ويحاول يجيب لينا المستشهرين باش الميزانيه ترتفع ويشري اللعابه الاحياء. عندنا الاحياء هنا راه فيها لاعبين في المستوى يقلب راه غيلقى، وهذا ما كان. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا حميد بشرى،
من عشاق حسنية أكادير سابقا ويام زمان، كما كنت دست واحد الحلقة سابقا في هذا راديو يوزا، وكي اللي كي يشرف عليه الأخ ديالي الصغير اللي هو بشرى طارق. الكلمة اللي كاينة اليوم والموضوع هي على البريزيدون سيدينو، أنا ما أظن ياك سي طارق. إوا اللي كنطلبوا حنا الميساج ديالنا والرسالة ديالنا للرئيس حسنية أكادير سيدينو، وهي كنتمناو ليه التوفيق بعد ما جددوا المكتب المسير بنجاح، وداك الشيء هادشي كيفرحنا ملي اللي اتفقوا أخيرا فيما بينهم تحيدات البلبلة. المهم اللي كنتمناه واللي كنطلبوا من السي سيدينو هي يحاول يلعب لينا على شي اوبجيكتيف، كما كنقولوا ما نبقاوش لاعبين غير ما نطيحوا، لا خصنا نصوفيو ونجمعوا النقاط في الاولى فري، لان هادشي ما كيشرفش بحال هاد المدينه كبيره بحال هكا وعندها ملعب في المستوى وجمهور في المستوى عالي، زعما راه اي فريق كيتمنى يكون عنده هذا الجمهور حسنية أكادير. والمثال على ذلك راه واضح، ملي كتكون الحسنية مركزة مزيان في الصفوف الأمامية راه كتلقى التيران عامر، مني واش كنمشي وكنتحمسوا القهوة عامرة، ولكن ملي كنبداو لاعبين ما نطيحوا ما والو، راه لا ما لاعبين على والو، راه ما بغينا والو. اللي كنطلبوك منك السيدي من هذا المنبر هذا يعافك شي شوية ديال الجد ديال اللي بغى يلعب معنا بجد يلعب، اللي ما بغاش يمشي في حاله خص كلشي يلعب، بانه على واحد السميه وحده هي اللي سميه حسنية أكادير، على مدينه وحده، ماشي لاعب باش يشد لك بريم، ماشي شغلي ما نطيحو ما هذا، انا خصك السي سيدينو تشوف معنا نلعبوا على ان اوبجيكتيف بوسيتو. وكنسمعوا بزاف د الاشاعات، لا الماتش دويدات تباع لا الماتش هذا تباع، هادشي ما كيشرفناش وكيهضرنا بزاف في الخواطر ديالنا، ونتمناو يكون غير اشاعه وصافي. ها وهذا كله ما في الامر، كنتمناو لكم التوفيق، كنتمناو لهم التوفيق وديما إمازيغن وديما إمازيغن. شكرا، باي باي. السلام عليكم، معكم زكريا من مدينة أكادير من حي سيدي يوسف. بالنسبة كنشكروا بعدا راديو إيزا على هذه المبادرة هذه اللي تحينا باش نعبر على بعض الاراء ديالنا. وبالنسبه للموضوع ديال اليوم بخصوص الرئيس سيدينا، الرسائل اللي غادي نقدموا ليه، عندي انا تقريبا واحد ثلاثه ديال الرسائل المهمه اللي خصو ياخذها بعين الاعتبار، باش ياخذها بعين الاعتبار، لان ربما الى فكر فيها بزاف غير القايه اللي غتوصل لشي هدف اللي هو لقب، لانه اي واحد لكن من الساكنه ديال اكادير وغير على الفريق ديال حسنية أكادير. بالنسبه للرساله قلت لك الاولى هي انه رئيس سيدينا خص الفريق يلعب على شي حاجه اللي يحقق لهاد المدينه، عينا السكان ديال مدينه اكادير عياو شوف راه الناس طابوا ديك اللعبه ديال ما نطيحوش نصوفيو في الاخر حتى الاخر نلعبوا ونديروا تلاعبات، ربما ما نقدرش نقول لك شي حاجه اللي كاينه واش ما كاينه ولا ما كايناش، ولكن على حسب الناس اللي كيقول لك قال لك كاينه تلاعبات في المقابلات. حشومه فريق بحال حسنية أكادير ما يفوز، مدينه كبيره عندها تيران كبير جمهور عريض، نقدر نقول لك جمهور مدينه ديال المكان ماشي هي مدينه اكادير في السونتر بوحدها، راه مدينه اكادير فيها بزاف النواحي ديال اكادير كلهم، العين القلي عين زكانه يتمنوا راه واحد باش نقول لك اللي ربما كتضاهي مدينه الدار البيضاء. وبالنسبه للرساله الثانيه، بخصوص الانتدابات السي سيدينو، الانتدابات اللي كديرهم حسنية أكادير، الانتدابات اللي الاغلبيه ديال الناس اللي كيعرفوا في الكره ولا اللي حتى اللي ما كيعرفوش في الكره، المهم كيعرفوا حسنية أكادير، هذوك الانتدابات ماشي في الصالح ديال الحسنيه، انتدابات اللي كتكلف الحسنيه كثير ديال المال وما كتعطي حتى شي حاجه في وسط التيران، حيت اللاعب كتشريه بزاف خصو يدخل الكازو خصو يوريك شي حاجه عنده كيستاهل داك الثمن، بحيث انه كنلاحظوا انا شخصيا اللي كنعرف بزاف ديال هاد الفرق ديال الهوات في المدينه، هو انه كاين بعض الفرق ديال الهوات في مدينه اكادير اللي عندهم لعابه صغار في السن وربما احسن من هذوك اللعابه اللي كتجيب الحسنيه باثمنه خياليه، لانه واحد الثمن ديال هذوك اللاعبين اللي كتجيب الحسنيه بثمن عالي غتجيب به واحد 6 ولا 7 ديال اللعابه من اكادير الهوات وغادي يعطيو احسن من هذاك اللاعب، نجيبو 6 نربحو فيهم جوج الناس الله يجعل البركه. وبالنسبه للنقطه بالنسبه للسؤال النقطه الثالثه اللي غادي نشير لها السي سيدينو، النقطه الثالثه هي انه
حاول تفتح واحد الحوار جدي اللي يكون ما بينك وبين الجمهور ديالك، حيت راه ربما كاين واحد التباعد ما بين المكتب المسير وما بين الجمهور، الجمهور كيشرق والمكتب تيغرب وهكاك غادية. بالنسبة خصنا نكونوا بحال الالترا، تكون الالترات عالمية بحال اللي كيضاهي، ما نكذبش عليك نقول لك الالترا ديال الراجل البيضاوي الوداد البيضاوي راه كيولوا الالترات عالمية، راه ما كيتحملش، ولكن كاين التنسيق ما بين الجمهور والمكتب، كتكون شي قرارات متخذه ما بيناتهم. حسنية ما كايناش، المكتب في جهه والجمهور في جهه، الجمهور راه كيعاني بزاف من هاد النتائج هادي وبهاد الاسباب هادو ديال الاسباب اللي كنقول لك اللي كتدي بانه الحسنية كتخلص تعطي الثمن عالي، وهادشي اللي نقدر نقول لك والله الموفق والله يسخر. السلام عليكم، نبيل معكم من اكادير. انا بغيت نوصل الرساله ديالي للرئيس الحسنيه سيدينو. حنا كنتسائلوا في مدينه اكادير، الدراري الشبان ديال الحسنيه زعما كيلعبوا ادوار طلائعيه في البطولات ديالهم في جميع الفئات، وكنتعجبوا علاش ما كيتمش التدعيم ديال الفريق الاول بهاد العناصر هادو، وكيتم الاعاره ديالهم للفرق جهه بحال هوارا تشيره يتملل، مع العلم ان الفريق محتاج لهاد الدراري هادو. ودابا غادي يمشيو مثلا للفريق الاول غادي يلقاو النسبه ديال المدرسه ضعيفه بزاف، هذا اللي كيدل على ان الفريق ما كيلعبش على المدرسه، مع العلم انه عنده مدرسه كبيره. الحاجه الثانيه هي اننا كل عام كنسمعوا فرقه حسنيه اكادير العام الاخر غادي تلعب على البطوله، هذا العام كتوجد الفرقه باش تلعب العام الجاي على البطوله، واش هذا العام هذا مازال ما وصل، مازال ما غاديش نشوفوا الحسنيه لاعبه على البطوله ولاعبه على الواجهات الافريقيه ولاعبه على الواجهات اللي في المغرب بحال كاس العرش والبولا. في الحقيقه كنتمنوا المكتب المسير زعما يفهم الميساج ديالنا وشنو بغينا نوصل. حنا بغينا نشوفوا الحسنيه زعما في مراكز متقدمه في البطوله، ما يلعبوا على البطوله، علاش حنا كنوصلوا ديما حتى للدوره 20 ولا 21 وكنوليو لا حكا، حنا الهدف ديالنا هو نبقاو في بريمير سيريل، لا حنا الهدف ديالنا وصلناه، بغينا زعما يكبر الطموح ديالنا. وشكرا بزاف والله يعاونكم. السلام عليكم، اسمي رشيد بوجاري. هذه الرساله للسيد رئيس حسنيه اكادير، الفرقه ديالنا اللي عز علينا الله يحفظها لينا. حنا كنتمناو من هذا الرئيس ان شاء الله باذن الله يدير لنا شي الرئيس هذا يتهلا لينا ان شاء الله في الفرقه وفي الدراري، وما ينساوش بان راه مجمل ديال الدراري اللي كاينين في العالم ولا حتى في هذا اكادير هذا ولا في المغرب ولا في الفرق المزيانين كيكونوا طالعين من هنا كيتشراو كيتباعوا. حنا بغينا فرقه تبقى لينا ديما، الله يخليك اسعد الرئيس وفي فحوس ديما، ما كاين مازيهم بحال مازيهم بحال العرب، عاش الملك وعاش المغرب. ازوليت مهدي السماء، اسمي ياسين مجيد، انا عضو في ادراس امازيغ، ولكن ما كنهضرش بسميت الجروب كاملو، غير باغي نوصل واحد الميساج رئيس سيدنا. المهم الاشكال الاول هو يقصي صحاب المصالح الشخصيه والشفاره من المكتب، والاشكال الثاني هو ديال الجمهور والمعاناه اللي كيعاني من قمع من طرف السلطات، وكنطالب من سيدنا يحيد البطاقه الوطنيه، وزياده على ذلك بغينا يتوفروا لنا وسائل النقل، واخر حاجه كنطالب بها هي تشوف الفرقه من اولا. بسم الله الرحمن الرحيم، انا مصطفى من اكادير، جيت اليوم نهضر على حسنيه اكادير. المشاكل اللي كنعانيو منه حنا كجمهور هو المشكل ديال النقل، فاش كتبغي تمشي للتيران ما كتلقاش الترونسبور، فاش كتخرج من التيران عاوتاني ما كتلقاش الترونسبور اللي يوصلك لداركم، كتخصك ساعه ديال المكانه يلا توصل فيها التيران. كاين اللي كيكون خدام ما كتكونش عندي الوقت و ترونسبور ما كيكونش، وفاش كتكون مقابلات بالليل كتخرج مثلا 11 الليل 10 الليل كتخرج من التيران وما كتلقاش ترونسبور،
وحاجة ثانية كنتمنى من المسؤولين في فريق حسنية أكادير يعطيو الثقة لولاد الفرقة، حيت حنا جميع اللاعبين عندهم ما يقولوا. دابا دي عوق البركاوي فوز الماط، كاين بزاف اللاعبين. وكنوجه الرسالة الشكر للحبيب سيدينو، كنقولو له حبيب سيدينو كلنا معك يا سيدينو، شكرا. منهم لعابة ومكتب موسيقى
بلادي بلاد الرجال ماشي الخوانا هزوا ضرب وطعوا الشيل كتشي سول على العلامة المخطر السوسي جامي ننسو يا خونا مناصي جامي ننسو يا خونا مناصي فلما عرف كله عرفت فرقة واحدة كلها فرحة حسني وربي كبير القصة طويلة ماشي البارح بدينا الحبيبة حاضرة في ايام المستعمي الحبيبة حاضرة من ايام المستعمي وهي العبادة وش هاد الحالة سمعوني عندي ليكم مساج صغير إلى بعد وجوني ولحست الكابة حسني سوسي قديري كبير خير حسني سوسي قديري وربي كبير ميساج باين ومفهوم الحمرة خلوها جدودنا هادي سنين واللي بقى يعرف الادريس اكادير 33 عشنا معاها وعارفين عليها بزاف الغالية نفديك بالدم وجامي عليك نخاف شحال ديال الدراري ضحات استوار طويلة وشحال خلات الله يرحمك خونا مهدي صورتك بين عيني ما تنساش الريد ريبلز بعقلية جديدة توجور حاضرين وخا المسافة بعيدة نعرفوا الصح وما عدناش مع الروايات يسرى اللي يسرى سيمبر ومعاه بالنية سي فرحان مرحبا بك احنا نويك استمعنا الرسائل اللي جمعنا في الشارع بكل شفافية ما نقصنا فيها والو هزدنا فيها والو ربي شهد علينا هكا سي فرحان المهم النقطة الأولى اللي استنتجنا من هذه الرسائل هو أن جماهير مرتاحة بزاف للرئيس بعد ما كان هناك تخوف من انقلاب الرئيس سيدينو من عناصر معروفة بدون ذكر اسمها مشاو الله يهنيهم تهنينا منهم النقطة الثانية اللي تلحو عليها الجماهير هو الاهتمام بهم والاحترام كذلك يشوفوا حالهم كذلك طريقة دخول الملعب اللي شوية ضراتهم في خاطرهم كذلك وسائل النقل وبطاقة الاشتراك التي تتمنوا تكرر أو تاني بثمن مناسب النقطة الثالثة اللي تلحو عليها الجماهير هي مكتب قوي وصارم يسعى للمصلحة العامة ماشي المصلحة الخاصة كذلك زجر وعقاب كل من خالف قوانين الداخلية للمكتب كذلك عدم التدخل في اختصاصات الغير كل واحد يدير خدمته المدرب يدير خدمته وهذا يدير خدمته نقطة أخرى هو جلب المستشهرين إذا جلبنا المستشهرين غادي ترتفع الميزانية للفريق كذلك نقطتان مهمتان اللي بغاو الجمهور هما البطولة أو على الأقل مراكز الثلاث الأولى اللي تيديو ونشاركونا في الكؤوس الإفريقية واللي تيلحو عليها بزاف واللي نقص الخزينة ديال الفريق هي كأس العرش المهم هذا هو تلخيص السي فرحان ديال الرسائل اللي جبنا لك الكلمة الأسئلة اللي سمعنا من طرف المشجعين فهي صراحة يعني الموجهة أساسا للمكتب المسير اللي كنطلبوا منه كذلك نحن كمحبين وغيورين على الفريق وعلى المدينة يعني كل مكتب منسجم مكتب متكامل مكتب متلاحم لأن الانسجام وبالاتحاد يعني تتحقق أحلام وأمال الجماهير السوسية التي يعني تصبو إلى هدف واحد وهو الفوز بكأس العرش ولما لا كذلك الفوز بالبطولة الوطنية التي انتظرها الفريق لأزيد من 10 سنوات
يعني لاعبين في المستوى رغم الانتدابات الغير الوازنه، وانما كما كنقولوا الفريق ليس هو الاسماء وانما الفريق هو مجموعه، يعني مجموعه متكامله من اللاعبين، مجموعه متكامله من الاطر. يعني الفريق الحمد لله كيطفل على لاعبين في المستوى، لاعبين واخا السن ديالهم صغير، وانما يعني الاداء ديالهم غادي نستغلوا الحضور ديالك معنا وغادي نسولك بعض الاسئله، ومن بينها سؤال مهم للحسنيه والاعلام. براي الجمهور وبراي شهاده الجميع ان الحسنيه مهمشه اعلاميا، في نظرك واش الحسنيه هي مسؤوله على التهميش او جهات اخرى اللي مسؤوله على التهميش؟ هذه المسألة سي طريق الحسنية اللي كتهمش راسها، بمعنى يعني غياب التواصل. يعني كنشوف بعض الأحيان يعني بعض المناظر الإعلامية كتنشر الإشاعات، يعني المكتب ديال الحسنية ما كيرد، يعني ما كينفي ما كيأكد. يعني كندخلوا كذلك الموقع حاليا، يعني ندخل الموقع كتلقى آخر خبر هو ديال الجامع العام، يعني التاريخ ديال الجامع العام يعود إلى 7 إلى 12 يوليو 2015، يعني التاريخ ديال الإعلان ديال الجامع العام اللي كان غادي يدار. يعني في هذه اليومين هذه دخلت لقيت يعني نفس التاريخ، يعني يوميا الموقع ديال الفريق كذلك ما كيقومش الدور ديالو، لان لجنه الاعلام ديال الفريق هي اللي يمكن ليها يعني تساند، هي اللي يمكن ليها تلمع الصوره ديال الفريق وطنيا وكذلك محليا. يعني يعني وكتعتبر الموقع هو المصدر، هو الملجا الوحيد اللي كيلتجئوا ليه جميع الصحفيين يعني باش ياخذوا الاخبار. والموقع يعني لما كانش نشيط لما يعني اما بخصوص الصحفيين الجهه، واش هناك اهتمام بفريق حسنيه اكادير؟ يعني بخصوص الصحفيين سي طريق، يعني الصحفي هو اللي كيقلب على الخبر، يعني كما قلت لك يعني الموقع الا كان موقع يعني موقع غير ليس متجدد على مدار الساعه ولا على مدار اليوم، يعني يكون فيه اخبار والكواليس، الصحفي هو اللي خصو يقلب على المصادر. يعني المصادر من خلال الاحضان المكتب، من خلال يعني المحيط ديال النادي، من خلال المحيط ديال النادي يشوف شنو كيدور، هو اكيد غادي يجمع المعلومات وغادي يستقيهم وغادي يجمعهم يعني بطريقه هي سي فرحان. كما جماهير حسنة أكادير تركوا الرسالة ديالهم، أنا نسولك رسالتك ولكن رسالتك للجمهور. يعني مسألة أخرى سي طريق، يعني الجمهور يعني صبر 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 على الفريق. يعني كنشوفوا كان فئة عريضة من الجمهور، يعني الفريق يقدم أداء جيد في جميع يعني في خمسة المباراة مثلا، وإنما مباراة وحدة كيقدم أداء سيء، يعني كل شيء كيبقى يسب، كل شيء كيبقى يعير في اللاعبين. يعني الفئة ديال الجماهير يعني نقدر نسميها الفئة ما كتبغيش الحسنية وإنما كتبغي النتائج، يعني هذا جمهور نتائج كيتسمى ماشي جمهور الفريق. يعني الجمهور ديال الفريق هو اللي كيصبر على الفريق يعني في السراء، يعني وكينساندوا في السراء والضراء وفي كل محنة سواء كانت علاقتك مع الجمهور ممتازة، قريب من الجمهور، النيات ديالك ديما مدودة ليهم، تواصل مع الجمهور ديالك عبر الشبكات العنكبوتية، المواقع الاجتماعية أو عبر الهاتف، المهم خطوط ديالك ديما محلولة تجاه الجمهور. واللي أجمل من هذا أنك كنتي تتنقل وكما تنقولو تدير بلاصة مع الدراري. يعني العلاقة ديال الحمد لله مع الجمهور هي علاقة طيبة، سواء لدراري مزيغنا ولا لدراري دريبلز. يعني كنشوف بأن الجمهور يعني من حقه حتى هو يشجع، من حقه يعني يتدخل، من حقه لأنه كيخلص من جيبه باش يدخل التيران.
يعني الجمهور من حقه حتى هو يحاسب. يعني الجمهور انا كنحسبه كان يعني كنعتبره كواحد من اعضاء المكتب المسير. علاش؟ لان الجمهور كيعطي 20 درهم باش يتفرج باش يشجع الفرقه، يعني ما كتدخلوش فابور باش تحكم فيه ولا باش ما دير فيه ترونسبور ولا باش ما تقمعوا في التيران، يعني ما تخليش يدخل تقمعوا في التيرقاعات ما تخليش يدخلها مثلا للخبز ولا يعني كيكون بعض الحالات ولا كتمصر مثلا في ليبيا يعني كتاخذ من ليبيا وكتبيعوا بثمن اخر لشخص اخر. يعني كنشوف انا شخصيا يعني كنت من واحد من المشجعين ديال الحسنيه، وحاليا مازال مشجع من الحسنيه، وانما سابقا يعني كنت ندير بلاصه مع الفريق، يعني ما خلينا ما درنا ود الصداريق. يعني كتفكرني دابا الذكريات تعاود الى 2006 2007 2008، يعني قبل يعني فتره ظهوري بريمازيون، وكذلك قبل يعني فتره نيمازي 2002 2003 2004. يعني الحمد لله دوزنا لحظات جميله مع الفريق اللي هي صراحه لحظات راسي خاص ديروها تبقى كذلك. يعني ومازال الحمد لله عندنا علاقات ومازال كنديروا علاقات جديده مع الجمهور ديال المحب الفريق حسنيه اكادير. محمد فرحان صحفي رياضي، تنشكروك على قبولك الدعوة، تنشكروك على الوقت اللي عطيتينا، كذلك الأجوبة اللي عطيتينا والتحليل اللي عطيتينا للرسائل اللي جمعناها. طاقم راديو حوسة بدوره تشكرك وتتمنى لك مسيرة موفقة. تنمرت منك السي فرحان. دوري القران سي طريق ارسل لك نمير حاتيك لتضنين فما سدينا الاستضافيه دارت منها دروب ثقيل كل ستينين فما سدينا الحق وكذلك الجمهور تمنى توفيق الاذاعه الحسنيه لوكادير وللطاقم اللي يجي يخدم من الطاقم اللي سي وسن الطاقم اللي يوزنا فات التيتفوغ الاذاعيات الوجود فات ربما تلك الاذاعيات الاولى حمست لنا المغرب تلك اللي تظنين ناركوس نميرها اكون عون ربي اكي حفظ ربي السي فرحان تاني مرتنك. بهذا غادي نهيو هاد الحلقه من برنامج رساله مشجع. تنشكر كل من ساهم في إنجاح هذا البرنامج، كذلك تنشكر صحفي محمد فرحان، وتنشكر الجماهير اللي شاركت معنا برسائلها الطيبة، كذلك غادي نشكر الطاقم التقني اللي ساعدني في إنجاح هذا البرنامج. شكرا للجميع وإلى حلقة مقبلة بإذن الله. تبارك الله عليكم. العقلية يا العالم.